طب لحظة، في ورد أحاديث عن لما بروح خطبة الجمعة مبكر، يعني تروح بدري، اللي هو بنها بتذبح خروف والكلام ده، واللي هو ايوه مفهوم، كانما قرب بدنه في الساعه الاولى، بقره في الساعه الثانيه، كبش في الساعه الثالثه، دجاجه في الساعه الرابعه، بيضه في الساعه الخامسه. هي طب يا شيخ دلوقتي أنا صاحب عذر ثلاث سنين، فلازم أكون بعد، لازم أسمع الأذان الأول عشان خاطر الوقت، فبروح متأخر. ليه لازم تسمع الاذان الاول؟ هو عندنا الوعظ بتاع مدير المحافظة الأهلية، قال لك لازم ما تتوضاش الا بعد دخول الوقت، ليس هناك دليل على هذا. يعني أتوضأ في أي وقت ماشي. سلم عليه، قول له تفضلا، هل ممكن تفيدني بعدم جواز الوضوء قبل دخول الوقت؟ في دليل على كده عن رسول الله ام لا؟ بارك الله فيك، ما فيش دليل، اجتهادات علماء فقط. لكن اذا كنت ستلوث المسجد اختلف الامر. لا ده كثر أو كثرت يعني لا خلاص، ماشي السلام عليكم.